أصبح ما يحدث في الأسواق العالمية إلى ضيفتي هنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيدة لينا. طيب ويعني دعينا نبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالضرائب والجدل الذي يدور هناك وجو بايدن يدخل على الخط، لكن دعينا نتحدث عن جانيت يلين التي ربما تحاول أن تستهدف المنافسة بوضع حد أدنى للضرائب في مجموعة العشرين. يعني إلى أي مدى من الممكن أن يحدث ذلك فرق يعني إذا تم إقراره؟ نعم، بالفعل يعني هناك عدد من الدول تستخدم أداة الضرائب المنخفضة سواء على الشركات والأعمال، ولو تم فعلا وضع حد أدنى للضرائب سوف ربما يقلل من المنافسة. لكن إذا نظرنا مثلا إلى لو تم رفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية كما يستهدف جو بايدن رفع الضرائب خطته من 21% إلى 28%، إذا نظرنا إلى الصين مثلا الضرائب عند لدى الشركات تقريبا 25%، وأيضا تستطيع الصين أن تخفض الضرائب إلى 15% بالنسبة للشركات المؤهلة. فبالتالي رأيي إذا تم رفع الولايات المتحدة الأمريكية للضرائب ب 28% ستكون المنافسة أفضل في الصين. نحن ننظر إلى الصين بأنها تمتلك بنية تحتية إضافة إلى عمالة منخفضة، فهذه البنية التحتية الصناعية في الصين والعمالة المنخفضة تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية. العمالة تشكل تقريبا 116 نقطة إذا ما قررناها بالصين تقريبا عندها 58 تقريبا نقطة، فبالتالي أجر العامل في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 دولار في الساعة، لكن باليوم بالنسبة للصين تقريبا 245 يوان صيني ما يعادل أقل من 50 دولار أمريكي. فبالتالي ينظر إلى عدة عوامل ليس فقط الضرائب، بالتالي نحن نتحدث عن بنى تحتية. أيضا بالنسبة لازم ننظر إلى الضرائب على الشركات وأيضا العمالة تكاليف العمالة المنخفضة، وبما أن الصين إذا عمالتها منخفضة وأيضا سنغافورة وتايلاند أيضا إضافة إلى أنها عمالتها منخفضة، فبالتالي فربما يتجهون الاستثمارات نحو الصين لو تم رفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28%. لو تم حد أدنى للضرائب ربما هذا يشكل تقليل للمنافسة، ولا أعتقد أنه السبب الوحيد في توجه نحو الشركات، يعني ربما عوامل أخرى سوف تؤثر وين أين يتجهون نحو الاستثمارات سواء في الصين في الولايات المتحدة الأمريكية. جيد. دعيني أنتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بتثبيت الفائدة من قبل الأسترالي وانعكاسات ذلك على عملات السلع أمام الدولار. بالنسبة للاحتياطي الأسترالي طبعا ثبت أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا يعني تحدث أن التعافي الاقتصادي هو أكبر مما كان متوقعا، وبالتالي نحن نتحدث أنه ربما هناك تأثير على بعض العملات، خاصة أنه صندوق النقد قبل أن نتحدث عن العملات صندوق النقد الدولي بتوقع أنه في نمو اقتصادي عالمي، وهناك رح يكون في فجوة في التعافي الاقتصادي بين الدول الاقتصادية العظمى والدول الفقيرة. فإذا تحدث عن الدول العظمى تستمر بوتيرة التعافي وممكن يغير بتوقعاته بالنمو الاقتصادي العالمي، هذا بيخلي أنه كما ذكرت العملات المرتبطة بالسلع أنه ترتفع لأن هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي بالتعافي الاقتصادي، رغم أنه راح تأثر قوة الدولار قليلا على الدولار الأسترالي، لكن لا أستبعد أنه يكون في ارتفاعات للدولار الأسترالي في الفترة المقبلة خاصة من أمام اليورو، وأيضا ربما كمان أمام الدولار الأمريكي نصل إلى مستويات أقرب إلى 0.8. جيد. طالما الحديث عن العملات دعينا نتحدث عن الذهب والدولار. وأنت تعلم العلاقة بين الاثنين. صحيح. يعني إلى أي مدى في ظل المحفزات الحالية وهناك تحفيزات ربما مرتقبة خارج الصندوق خارج ما تم إقراره من قبل جو بايدن فيما يتعلق بالبنية التحتية، لا ندري ما إذا كان ستقر أم لا، في كل هذه الإرهاصات كيف تري العلاقة بين الدولار والذهب في المرحلة المقبلة؟ طبعا الذهب يعني بالفترة الحزم التحفيزية كما ذكرت أنه عم تدعم أسعار الذهب، وخاصة إذا تم تمرير خطة جو بايدن ب 2.2 تريليون دولار، وهناك أيضا تصريحات من الحزب الديمقراطي أنه ممكن يستخدموا أداة إجرائية تسمى بالمصالحة أنه تمرير تشريعات من دون تدخل الحزب الجمهوري، فسوف يتم تمريرها لأنها تلقى بالأصل شعبية
هي كبيرة تلك الحزمة، حزمة الإنفاق، وخاصة أنه على البنى التحتية، فبالتالي هي رح تدعم أسعار النفط. لكن بالمقابل عم نشوف نحن اتجاه نحو أسواق الأسهم نتيجة البيانات الوظائف الأمريكية المرتفعة، وأيضا بيانات اقتصادية إيجابية يعني عم نشوفها من يعني سواء من مؤشر الخدمات، وأيضا اليوم حتى من الصين يعني إذا يعني أداء إيجابي جدا. فبالتالي هذا كله يؤثر ويصب على يعني يصب في أسواق الأسهم. فبالتالي توقعات أنه على المدى القصير ربما يحصل انخفاضات، لكن على المدى خلال اليوم أو الأسبوع فالارتفاعات ربما نشاهدها على أسعار الذهب، مدعومة سواء باستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أيضا سواء عم نشوف بالنسبة للدولار الأمريكي أيضا عم نشوف بعض الارتفاعات، يعني بعض الاستقرار نقول للدولار الأمريكي بهذه الفترة، لكن توجه نحو أسواق الأسهم رح يخلي شوي أسعار الذهب يخليها أنه تقيد الارتفاعات وتخلي بعض الانخفاضات عليها. لكن على المدى الطويل متوقع أنه نتيجة ارتفاع التضخم نتيجة حزم التحفيز الأمريكية أنه نشوف احتمالات الارتفاعات واردة، لكن ما بتوقع أنه تكون الارتفاعات كبيرة مثل ما كانت توقعاتنا خلال بداية عام 2021. بالتالي نحن عم نتحدث بلشنا نشوف البيانات الإيجابية وهذا عم بيأثر على الدولار الأمريكي، فبالتالي متوقعين أنه أسعار الذهب أنه ترتفع ونشوف ممكن مستويات 1800 دولار، لكن ليست بالارتفاعات المتوقعة نوصل لفوق 2000 دولار. نعم. فبالتالي نحن فبالتالي كل فاسعار الذهب يعني اذا لم يحصل يعني سوف تبقى في هذه النطاقات، اذا لو لا سمح الله صارت عمليه جني ارباح واسعه النطاق في اسواق الاسهم هذا راح يكون في طلب على الدولار الامريكي وبالتالي راح ياثر على اسعار الذهب. جيد، أنا أشكرك السيدة لينا قنوع، وأنت محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، على كل هذه الإضافات والإضاءات شكرا جزيلا.